طيب خلينا نروح لواحد من المديرين الفنيين الكبار. الحقيقة هو جه مصر فترة، قعد مع النادي الإسماعيلي في فترة قصيرة، ولكن أيضا هو واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي راح درب كايزر تشيفز، وأيضا جه هنا في كان مديرا فنيا لنادي كايزر تشيفز في لما الأهلي كسبوا في السوبر الحقيقة الإفريقي 4-1. مستر محسن أرتوغرال المدير الفني السابق لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي يكلمنا برضو عن هذا الفريق. أولا بنرحب بك مستر محسن. مدسون الأهلي تي جزيلا لدعوتي وشكرا لتواجدي معكم ومساء لكم جميعا. مساء الخير. أول سؤال عايز أسأله لحضرتك، كيف ترى المواجهة الكبرى ما بين النادي الأهلي وفريقك السابق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال، وأنا عارف أن أنت متابع جيد للفريقين. كذلك منذ كنت أدرب فريق الإسماعيلي. إسماعيلي مظبوط. ودائما كنت أتابع الكرة المصرية بعد ذلك، وكذلك حينما أدرب حاليا كمستشار للاتحاد التركي كذلك أتابع الكرة المصرية، فبالتالي لم أفقد الاتصال مع الكرة المصرية والرياضيين المصريين. أنا دربت من قبل الفريق النادي الإسماعيلي وكذلك فريق كايزر تشيفز، فبالتالي هذه المباراة تعد مباراة مهمة للفريقين. رأيك في مستوى الأهلي وفي مستوى فريق كايزر تشيفز في الوقت ده، يعني في مباراة الدور قبل النهائي فاز النادي الأهلي على الترجي وفاز نادي كايزر تشيفز على الوداد، شفت الماتشين ازاي وشفت الفريقين ازاي وايه رايك في هذه المواجهه؟ تابعت الفريقين، لم اشاهد المباراتين لكن لاني كنت مشغولا في متابعه الفريق التركي في بطوله اليورو، لكن كما قلت متابعتي لسنوات طويله لهذه المباريات ولهؤلاء الفرق، فهذه النهائيات تكون قوية جدا من الناحية النفسية ومن الناحية الفنية كذلك، فهذا الأمر يعد مختلف تماما بالنسبة للفريقين. بالطبع دربت فريق كايزر تشيفز وهو فريق دفاعي في المقام الأول، وكذلك الأهلي دايما يتسيد المباريات ودايما يلعب بقوة وبنظام. الأهلي دائما يلعب بشكل منظم، فبالتالي بالنسبة لي هذا الأمر مهم جدا، وخصوصا أني لعبت أمام الأهلي من قبل. الكثير من الفرق لا تستطيع أن تسيطر على 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 أجواء المباريات ضد الأهلي وتنافس الأهلي في المباراة، الأهلي دائما يفوز ودائما يفوز بالبطولات. أما بالنسبة لكايزر تشيفز لديه منافسة مهمة جدا، يجب عليه أن يحاول أن يسيطر على الفريق على المباراة أمام الأهلي. طيب طبعا ذكرياتك في 2002، أو هل هذه المباراة تعيد لك ذكرياتك في 2002 عندما كنت مديرا فنيا لنادي كايزر تشيفز؟ لا، هذا الأمر مختلف بالنسبة الأمر بالنسبة لعام 2002. الأمر كان مختلف، الأهلي كان يلعب على أرضه، فبالتالي الأمر كان مختلفا. الفريق الكايزر تشيفز كان أقل مما يبدو حاليا، وفريق الأهلي كان منظما جدا. كنا نلعب تقريبا بفريق الشباب ولم يكن فريقا متمرسا، فالأهلي تمكن من السيطرة على المباراة بشكل كامل. أما الآن فكرة الآن تعتبر أكثر تطورا وأكثر ثباتا بالنسبة لفريق كايزر تشيفز.
حينما كنت أدرب الإسماعيلي، كان الأمر بالنسبة لي عرفت كرة القدم المصرية بشكل أكبر، والدوري المصري بشكل أكبر، فبالتالي الكرة كانت مختلفة في ذلك الوقت عن الكرة الجنوب أفريقية. أما الآن لدينا فريقين، فريق يهاجم طوال الوقت وفريق يحاول أن يلعب على الهجمة المرتدة، فالأمر مختلف. طيب، وجهة نظرك أو تقييمك لتجربة بيتسو موسيماني كمدير فني إفريقي ولأول مرة داخل النادي الأهلي، كيف تقيم تجربة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي؟ جدا في رأيي، جاء في منتصف الموسم تقريبا أو في آخره، فكان الأمر صعبا على بيتسو موسيماني. الأمر كان يتطلب أشياء عديدة، وكان مختلفا بالنسبة له عن أي دولة أخرى، حيث أنه أول مرة، فالأمر مختلف تماما حينما تلعب بالنسبة في شمال أفريقيا عن أوروبا. حتى المدرب يجب عليه أن يتأقلم على الوضع في شمال أفريقيا، وكما قلت أنا دربت في المكانين، فالأمر مختلف تماما، وهذا سبب اعتقادي أن كوتش بيتسو كان تأقلم سريعا مع فريق النادي الأهلي. حينما تدرب الأهلي يجب عليك أن تفوز دائما، يجب عليك، أنت مطالب بالفوز دائما، فالأمر مختلف تماما من حيث الضغط وكذلك طريقة اللعب. الأهلي فريق له متطلبات كثيرة، وليس الفوز فقط، ولكن الضغط من جماهير الأهلي والضغط من وسائل التواصل. تمام، حضرتك بتمتلك خبرات كبيرة جدا في التدريب داخل القارة الأفريقية وخصوصا في جنوب أفريقيا مع أكثر من 6 أندية، كيف ترى النسخة الحالية من فريق كايزر تشيفز ومن هم عناصر الخطورة فيه؟ أعتقد في بداية الأمر دائما دائما نرى الكثير من اللاعبين المهمين في جنوب أفريقيا، والفريق الحالي فريق متغير من حيث التنظيم، وهذا أمر مهم جدا. الآن يجب أن تحلل الأداء بشكل مستمر وتتأقلم معه وتتابع الكرة الأوروبية، والفريق الآن تغير تماما، فمن السهل جدا أن تدافع ومن السهل جدا أن تغلق المساحات، ولكن ليس من السهل أن تلعب كرة مفتوحة. وكفريق كايزر تشيفز الآن فريق متكامل، فريق يحاول أن يلعب كرة هجومية كذلك، لكن عليك أيضا مع الدفاع أن تحاول أن تفتح مساحات وتلعب هجمات مرتدة. فريق كايزر تشيفز حينما يفوز بالكرة يحاول أن يفعل ذلك. يوجد ليبو مانياما، يوجد، هو لعيب رائع جدا، لعب في الدوري التركي، يستطيع أن يوصل الفريق ببعضه من خلال التمريرات القصيرة. يوجد العديد من اللاعبين كذلك في فريق كايزر تشيفز. كذلك مدرب الأهلي بيتسو موسيماني أكيد قام بتحليل فريق كايزر تشيفز أنه لعب أمامه كثيرا، لكن هذه المباراة غير متوقعة، فهذه المباراة مهمة جدا كذلك، لكن لا نستطيع بسبب الضغط على الفريقين لا نستطيع أن نتوقع مسار المباراة. الأهلي بالطبع لديه طريقة مميزة في اللعب وقابل الفريق من قبل، لكن يظل الأمر في منافسة بين الفريقين. في الجيل الحالي في الأهلي من أكثر اللاعبين اللي لفتوا نظرك؟ يوجد العديد من اللاعبين الأهلي. أنا كتبت ذلك بالأمس. أعتقد أن لديكم صانع ألعاب مميز جدا، مجدي أفشة. هو لاعب لديه نظرة واسعة للملعب ويستطيع نقل الفريق بشكل جيد. لديه رؤية ولديه نظرة ثاقبة في الملعب، فهو أعتقد
الأهلي فريق مسيطر على الكرة الأفريقية بسبب جودة لاعبيه. لا أستطيع أن أخوض مباراة ضد الأهلي إلا عندما أكون منظم بشكل كامل. أعتقد أن كوتش بيتسو ركز على هذه النقطة وركز أن الفرق المنافسة فعل ذلك. أهم شيء بالنسبة لي أن الفرق أمام الأهلي لديها مواقف مختلفة، خصوصا فريق كايزر تشيفز لديه الآن فريق قوي لكن موقفه متباين. أعتقد أنه سيؤدي جيدا لكن لن يستطيع أن يضاهي فريق الأهلي، حيث أن الأهلي لديه لاعبين جيدين خصوصا حارس المرمى كذلك. فأعتقد أن يجب ألا نركز مع أمر النتيجة، النهائي غير متوقع ويجب أن نستمتع به. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا مستر محسن، وشرف لينا أن حضرتك تكون موجود معنا. شكرا جزيلا محسن أرتوغرال المدير الفني السابق لفريق كايزر تشيفز.